ازيك يا مامي؟ انا حفظتي اليوم كسرنا عشان نلعب لعبة State of Survival. فقبل ما نبدأ ما تنسوش اللايك وتشتركوا القناة لو مش مشتركين، ويلا خلينا نبدأ. بس بيحمل، بتقول مين هنا؟ تقريبا هنقول سكيب. ثانية بس يا شباب، احنا ممكن ما نحتاجش الصوت، فانا ايه هنزل كده ووطي الصوت. لو في سيتنج ممكن انقص منه، بس انا اعلي شوية. ماشي، نطلع دي فوق. ماشي، المهم نقعد ندوس كده. بيقول لنا الطماطم، نجمع طماطم. بيقول هاو اباوت يو، مش مهم. هندوس هنا، هنعمل اللعبة كده. ماشي، وهنعمل احنا هنجمع. المفروض دلوقتي بنجمع دول. ماشي، مش مهم، احنا هنعمل زي ما هما بيقولوا بالظبط. هنعمل دي، هنصنعها. هنعمل ماشي كده. ده مكان برضو نفس ايه ده؟ ايوه، ده اللي هو برضو زي الطماطم، بيزرع الطماطم دي زي الموارد كده شباب. ماشي، وفي خشب عندنا. هندخل هنا، هندوس هنا تجميع، نجمع. خلينا نطلع كده. نعمل ايه تاني؟ نقعد نجمع. ماشي، وايه تاني ممكن؟ دي ممكن نعمل ايه تاني؟ هندوس على بيلد. مفيش اي حاجة نقدر. ماشي، نصنع هنا، نعملها هنا ونعمل كده. يلا صح. اي ايه ده؟ مش فاهم. لا ايه ده؟ مش فاهم. مش فاهم، خلاص مش لازم. ماشي، نعمل دي. ماشي، نعمل ايه المفروض؟ طيب نجمع، كولكت، فيش ابجريد. طيب نعمل لك ابجريد فري. نعمل فري، اول ابجريد بفري. يلا اعمل ابجريد، مش راضي ليه؟ جو ابجريد. ماشي، ثانية بس نشوف ايه اللي هنا. انا مش فاهم اي حاجة من اللي هما بيقولوه. مش موضوعنا. يلا ايه ده؟ ايه المكان ده؟ خطر ولا استكشفه؟ يلا نشوف. هندخل دلوقتي، احنا المفروض داخلين عشان نستكشف المكان. يلا، ده نقدر، دي الحاجات دي بقدر اصنعها. ماشي، لا كنس، نعملها هنا. نعمل الرشاش ده هنا، ما نقدرش نحطه، احنا بنحارب الزومبي. احنا حاطين زي رشاش، والزومبي دول عايزين يكسروه. يلاوي، ايوه عضهم يا كلب. الكلب هيموت. ماشي، احنا دلوقتي بنهلس الكلب. المفروض ان الرشاش بيساعدنا ان احنا نضرب الزومبيات. ستيت اوف سرفايفل المفروض يعني معناها بالعربي يعني البقاء. سرفايف، مش عارف والله، هي حاجة فيها البقاء على قيد الحياة، حاجة زي كده مثلا. ماشي، المفروض ان احنا تقريبا جمعنا موارد وطلعنا. هنجمع طماطم من هنا وطماطم من هنا. وهنا المكان ده هنعمل له ابجريد، فيكس اب كده. المكان طورناه وخلاص، بقى المكان تبعنا احنا. واحدة واحدة بنكبر المكان، يعني هيبقى عندنا مكان كبير ونقدر نسيطر على الزومبي بالطريقة دي كده. في ايه في هنا؟ نجمع. ماشي، نجمع اي، ما فيهاش حاجة، نجمع موارد يعني عادي.
يلا نشوف حاجة نقدر نعمل دي، ما نقدرش ولا دي. ماشي، نعمل ايه تاني؟ نعمل هنا، نيجي هنا نجمع. اوه حلوة الموارد دي. ماشي، مش محتاجين اي حاجة. شكرا، كلامكم وكل حاجة مش مستفدناش منهم اي حاجة. خلينا دلوقتي نشوف مهمات، نعمل مهمات، نعمل لها ابجريد. يعني اشمعنى هو في لو ايه نعمل ابجريد؟ عملنا له. طب ماشي، ندخل هنا نشوف، نجمع، نعمل هنا جو. ماشي، ايه ده، نقدر بقى دلوقتي نعمل الخشب. خلاص، ايه تاني؟ جو. مهمتنا دي مهمة، ان احنا نقعد نعمل الاشجار كده. ايه ده، زومبيات دول ولا ايه؟ ايوه زومبيات، نفس المكان. يعني احنا المفروض هنقتل الزومبيات دلوقتي. وايه، المفروض نحط رشاش هنا. ماشي، يلا ايه رشاش حلو، بس رشاش كده هيساعدنا وهيضرب الزومبيات من بعيد. ومعانا الكلب، والكلب كل ما ايه نعمل مكان آمن هنا كده. الكلب لما ايه ده، ارجع بسرعة، ارجع عشان تهلفك. ماشي، ماشي دلوقتي. ايه ده، ده الزومبي ده، ايه ده، زومبيات كبيرة. لا الا انت يا كلب، ما تروحش تموته خالص. هنا كده، يلا خد الرشاش ده. الرشاش ده المفروض ان هو ايه، ارجع بسرعة، ارجع بسرعة. ماشي، ثواني شباب، ثواني يا جماعة. Ain't no zombie gonna get the jump on me. ماشي، رجعنا لكم. انا شباب دلوقتي بوقف معاكم، بقفل الميكروفون عشان ما تسمعوش. يعني بقطع، يعتبر ان انا بقطع. وايه، برجع لكم تاني. ماشي، يلا مش فاهم هو قصده عايز ايه مننا. بس ايه، دخلنا موارد، نفتح ناخد الموارد. اوكي، بيحمل عادي. يعني دي شخصية جديدة تقريبا، خلنا شخصية جديدة. ماشي هنا، طيب ندخل المكان اللي بعده. هي لعبة عبارة عن كده، لو عايزين فيديوهات اكتر يعني اكتبولي تحت في التعليقات، وانا يعني ايه مش عارفة الطلب. ماشي، فيلا خلينا نعمل كده، ويلا خلينا ندخل. ومعانا واحد جديد دلوقتي. ايه ده، مش فاهم. دي الاماكن اللي يقدر يقف فيها. ده بيحد دي الاماكن دي، بيقول لي نحط رشاش. نحط رشاش ازاي؟ هنا كده. ايوه ماشي، هو كده دلوقتي يقدر يضرب، هو يعني بسهولة. الكلب اول لما بيتدمج على الاخر فبيرجع تاني، ايه بيتهلس على هنا ويروح ايه يهاجمهم تاني. إيه نفس الحكاية، هو ده الكلب اللي موجود. يعني احنا كده يعني ايه مسيطرين في الزومبيات اللي هي الكبيرة دي، بس قضينا عليها المرة اللي فاتت. لا كلب، يلا الله عليك. ماشي، ونحط رشاش هنا، نحط بتاع هنا كده، نحطه هنا. ماشي، ونحط رشاش تاني. اتنين رشاشين بيضربوا. يعني دلوقتي ايه، ايه ده، ده ابو ايد ورمة. ابو ايد ورمة مات، ابو ايد ورمة مات. ايه، فوزنا. ابو ايد ورمة خلاص.
ومعانا ياسين طبعا الشباب بس مش بيتكلم، مش عارف ليه. ماشي هندوس تاب تو كونتينيو. ايه ده؟ دي الزومبيات، واحدة هنا بيحذرهم، في زومبيات جايين هيعملوا حرب علينا. المهم دلوقتي ان احنا ايه، هنصلح المكان ده، مش عارف مش ده هو اللي المهم. يلا روحوا للمكان. ماشي هنا ده مكان عادي يعني. هنعمل هنا الجنب، ده عملنا حاجات، ده عملنا شغل جامد والله، احنا يعني اساطير والله. ماشي صوتك تخين. ايه ده؟ هو الكلب بيتكلم بس بيقول اوه. ماشي تمام. احنا دلوقتي محتاجين نبني ايه؟ نقدر نبني هنا حاجة؟ لا، نجمع الطماطم اللي هي الموارد يعني، مش ماشي. يلا يلا بينا. انا عمري ما اخلي المكان يعمل كده. يلا بسرعة. ايه ده المفروض ايه؟ مش فاهم. ايوه اهو جينا. الدع جيش الزومبيات بدأ يموت. ايه ده؟ احنا فزنا. ايه فين؟ ايه ده؟ ماشي ايه يلا. اه ده في ناس هييجوا يساعدونا. خلاص احنا كده فتحنا مكان وبقى انا اقوى جيش قوي. يلا خلينا نشوف حاجة تاني. نعمل ايه تاني؟ ندخل هنا ونعمل كده، نعمل كده. طبعا يا شباب انا عارف ان ده الفيديو التاني النهاردة اللي هينزل، فايه يعني انا عايز اعمل كده يعني. انا عايز مثلا، انا ممكن، انا عندي جدول ماشي شباب، يوم اه ويوم لا، بس يعني مثلا النهارده فيديوهين، بكره مفيش فيديوهات، بعد بكره فيديوهين ماشي. يعني كل ما بنقطع يوم، اليوم اللي بعده بننزل فيديوهين. يعني دي حاجه المفروض ان هي تبقى حاجه حلوه كده يعني. ماشي خلينا ندخل هنا وندوس جو ونعمل زي ما هو، زي ما هو ماشي. نعمل دي كده. اه بنفتح المكان عشان نعرف دول المفروض نروح لهم. لا بس من الاول نروح لدول الزومبيات عشان نقتلهم، عشان يبقى عندنا مساحة كبيرة ان احنا ايه نقدر نجيب التانيين. ماشي ماشي يلا. دلوقتي ان احنا بنحارب الزومبيات، والزومبيات مش عارفين يا ولاد، ده احنا خسرنا مشكلة. ماشي هنروح لدول، دول اللي هيساعدونا أكتر. بسرعة اركبوا. ماشي احنا كده خلصنا. المفروض نعمل ايه؟ نعمل جو كده ونعمل هنا. هو خلاص طالما حدد لنا يبقى خلاص. احنا دلوقتي ايه المفروض ان احنا ايه بقى؟ يعني بقينا جيش قوي عشان جمعنا الناس الزيادة دول. ماشي خلاص كده احنا فيكتوري. بس كده ان احنا بدأنا نكبر المكان اكتر. مش مهم. ماشي ايه ده؟ نصلح المكان هنا وهنا نعمل upgrade. يلا نفتح المكان هنا. اوه فتحنا مكان في هنا. يلا بينا احنا يعني هنتحمم تحت بمعنى الكلمة. ايه دلوقتي خلينا نبدأ. ايوه ماشي لسه بادئين، لسه طازة.
سمك حلو. نفسي طالعين من الفرن على طول. الراجل ده ابو ايه، ابو مش عارف والله اسمه ايه، ابو ايد ورمة. اجري 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 يا كلب، ده الكلب الدم مش جامد. بس مات اول واحد، هنموت ده هنموت دول. اجري 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 يا كلب، كنت اقول الكبل يا كبل. لا ما تخليهمش يموتوا الرشاش. موته ازاي الرشاش يعني؟ ده كله، دي كلها حاجات يعني هتسيطر عليه. مات خلاص، مات يعني. واحد تاني خلاص، احنا كده نهناهم. إلهي يلا يا كلب عليه. بس لا ماتوا، ماتوش يعني، مش قادرين. ماشي يلا نشوف حاجة تانية نعملها، يلا نصلح فيكس اب. اوكي احنا كده كبرنا المدينة. احنا لازم نقعد نطوره. ده عايز يتطور، تطوره عادي يعني. اوكي هو كده اتطور. ماشي ماشي، نطلع ازاي، نطلع ازاي؟ ماشي نعمل كده، نحط دي في النص هنا كده. ماشي نعمل ده هنا كده، طوره. ماشي اعمل عادي. هو حلو ده بقى ليفل 3، وده نعمله برضو، ده يبقى ليفل 5. حلو. ايه ده، نجيبه ازاي؟ لو عرفت ازاي والله نجيبه. طب هي البنت راحت فين؟ البنت اللي كانت معانا مش عارفة. الله احنا عايزين نطلع دلوقتي خلاص كده. ده ينفع يتطور تاني؟ اوه ينفع. حلو. طب وده ينفع اتطور تاني؟ مينفع. خلاص عادي يعني. ماشي من هنا نطلع دي كده، نحط هنا كده. وايه المكان كبير بقى هنا. دول لسه موتنا. اوكي المكان ده محتاج ابجريد، اعمل له ابجريد كده. موش ماشي يلا. هنطلع القائد لقدام اللي هو ده. الزومبيات العادية دي سهلة جدا. ماشي وبرضه هنحط رشاشين، هنحط 3 رشاشات. ماشي شباب، 3 رشاشات عشان ايه نخلص عليه. يلا يا رب، يلا نقدر نجيب رشاش. يلا لا حطيته قريب. ماشي عادي. ده اللي فيه اللي بيرجع ده، ولا بيعمل ايه مش عارف بيعمل ايه. يس فيكتوري. ماشي طبعا يا شباب، طبعا يا شباب بنات، دي نهاية الفيديو. فلو عجبكم تنزلوا لايك وتشتركوا في القناة لو مكنتوش مشتركين. وايه يعني ان شاء الله، لا يعني ايه، دعمكم هيخليني انزل لكم عن السلاسل اللي انتوا هتطلبوها. ويعني كده يا رب، احنا عايزين هدفنا دلوقتي 200 مشترك، ويا ريت يعني لما تلاقي
ثواني. لما تلاقي يعني واحد من يعني من قرايبك، قول له يعني يشترك في القناة، يعني كل اهلكم كلهم يشتركوا معايا عشان ايه القناة تكبر وانزل لكم فيديوهات احسن، وكل اللي انتوا تطلبوه انا انزل عنه. ويلا سلام.